بداية، نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بالتنسيق مع جمعية فسيلة للإبداع الثقافي بولاية برج بوعريريج تظاهرة ثقافية لافتتاح الموسم الثقافي. التظاهرة تستمر لمدة 5 أيام وبرمجت فيها عدد من النشاطات الثقافية الفكرية والفنية التي يؤطرها مبدعين وأكاديميين جاءوا من مختلف ولايات الوطن. وستعرف التظاهرة أيضا عروض أفلام سينمائية جزائرية توجت في مسابقات دولية، كما سيكون بالموازاة نشاط على منصة فيسبوك يوميا بداية من الساعة 8، حيث يجتمع المهتمين بالشأن الثقافي في مجموعة بعنوان مقهى فسيلة الافتراضية. التغطية لمراسلنا ببرج بوعريريج تقي الدين زيان. هذا البرنامج أو هذه التظاهرة برنامجها ثري ومتنوع، يشمل العديد من العروض والمعارض مثل معرض الكتاب الفكري والأدبي بمشاركة دور النشر، وكذلك معرض من رصيد المكتبة، معرض كتاب من رصيد المكتبة. 6 أيام ثرية بعشرات النشاطات والوجوه في مختلف الحقول الثقافية والأدبية والفنية، محاولة منا بصفتنا مجتمعا ثقافيا مدنيا مستقلا لتكريس تقليد الدخول الثقافي، حتى وإن كنا كمجتمع ثقافي جزائري لم نصل بعد إلى تحقيق الشروط الموضوعية التي تجعل منه دخولا وازنا. دعوة كريمة جاءتني لأكون من بين ضيوفي الشرف في هذا الافتتاح الرمزي والرامزي في آن بولاية برج بوعريريج. أشكر للمكتبة الرئيسية ولفسيلة أن فكر في شخصي. قدم